اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تراغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإلاء دين الإسلام وإظهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه صل على سيدنا محمد صلاة تراغب وتناشط وتحمس بها الجهاد لي